<تصفيق> 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 السلام عليكم كيف الحال يا شباب في البداية كو الله صل على النبي اللهم صل وسلم عليك يا نبي مقطعنا اليوم عن جليد جديد أول ما حيبدأ الماب حيجيبك هنا كل اللي عليك إنك تنزل من هنا وتيجي عند البوابة هذه بعد كده توقف في هذا المكان ترقص وحاول تتحرك يمين شمال لما يدخلك في المكان هذا الان امامنا العد التنازلي 10 دقائق اذا انت جلست لمده 20 دقيقه تحصل على اكس بي مضاعف طيب اول ما حيخلص العد التنازلي تيجي تسجل الرقم هذا سبعة سبعة ثلاثة. بعد كده تضغط هنا بعد كده تضغط على الكلمه الخضراء الصغيره هذه بعد كده ترجع تضغطها ثاني مره خد لك كم واحدة من هذه بعد كده أدخل الماب هيركزوا معي تمام أنا حسوي لكم الجلت بطريقة سريعة لكن أنتم ما تسووه سووه على مهلكم كل زرار تضغطوا تجلس دقيقتين أو ثلاثة لما يعطيك اكس بي قليل بعد كده سوي اللي بعده عشان تحصل على اكس بي مضاعف انا حسويه بسريعه بطريقه سريعه عشان المقطع ما يصير طويل تمام طيب اول مكان تطلع هنا طيب ثاني مكان تدخل من البوابه هذه تطلع الدرج تيجي عند الطاوله دي طيب بعد كده تلف يسار عند هذه توقف هنا بعد كده تلف الى الخلف تيجي عند البوابه هذه بعد كده عند السرير هذا بعد كده تلف يمين شايفين هذي تيجي هنا تلاقي الزرار قدامك طيب خلينا ابين لكم ازرار الافيك اول واحد تيجي هنا في الركن ده تضغطه مرتين ثلاثة او اربع مرات بعد كده الثاني هنا ثلاثة اربع مرات بعد كده الثالث ثلاثة أربع مرات بعد كده تطلع هنا تيجي هنا توقف هنا شايفينه بعد كده تجلس هنا دقيقتين أو ثلاثة أو لما ما يوقف معاك الإكس بي بعد كده تبغى تطلع أضغط مربع مربع لما ما يطلعك نفس النظام هذا طيب خلينا ابين لكم المواقع الثانية اللي ممكن تعطيكم اكس بي اول موقع هنا عندك هذا شغل اللغة الانجليزية حيطلع لك العداد اول ما يخلص العداد في عندك الثلاثة الازرار هذه اول زرار اقعد اضغط فيه الين ما يوقف يعطيك اكس بي يعني طول ما انت بتضغط يعطيك اكس بي الين ما يوقف معك الاكس بي اضغط الزر اللي بعده واللي بعده تمام طيب المكان الثاني اللي ممكن تحصل عليه على الاكس بي خذ هذا السلاح وادخل من البوابة هذه تلاقي هنا الخنازير دي اقعد قتل فيها يعطيك إيه اكس بي تمام ان شاء الله يكون الجليتش عجبكم وحاولوا تنشروه في كل مكان عشان الكل يستفيد كده وصلنا لنهايه مقطعنا اتمنى يا شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي ولا تنسوا تفعيل زر الجرس ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب x 2 اكس 2 واهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك وان شاء الله نتقابل مقطع اخر وفي امان الله